بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إلى الرفيق الأعلى، الانتقال إلى الرفيق الأعلى. مصنف كميشان درسي إنان وحنوغو شيق دونا لمشهد النبي عليه الصلاة والسلام وأدون كان أكتغي والرفيق الأعلى رفيقي سريي أو آذي حقيسة أي نوغة ورمية. مرك إلى الرفيق الأعلى وحوى الانتقال قورس أو لو قورو أما وريقد لو وريقو إلى الرفيق الأعلى، يعني صاحب كي سريي حقيسة لو وريقو. مرك مصنف كوحوير رحمه الله معالم التوديع، يعني حالة وحن سامرني درس جاني وسامة بن زيد مركي أو نبي ودري عيدا كيسي تضبط بقولها ماشي جرف ليرة هذا مركي جوجان نبي بن حنوك كبطي إن هالكاسي جوجان إلى نبي وكبنت عليه الصلاة والسلام. مركا انتو سن نبي قد لمنين على مذيه إنه النبي أمدي سيسقوتين يتسي أي مصنف كماشا نوغو شيغيا. مركا وحويري معالم التوديع، معالم التوديع سقوتين تعالى مده يديون نبي أمدي سيقو سقوتيي وداعو كسميي على مده أي لهي أي عنوان كان مصنف ككدي رحمه الله. وبعدما بلغ مركو قارسيي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرسالة، رسول الله عليه الصلاة والسلام مركي أو قارسية الرسالة، يعني دتك أو قارسية رسالة دي ورسالة التوحيد أو قارسية رسالة الكتاب والسنة أو دتك قارسية، وأدى الأمانة أمانة ذي رب أسر ديبي ألوك اللفين أو قتي ودعوة ذي رسالة ذي نبي نمذي لو سعودي بأي وحي أو قدبيي، ونصح الأمة أمدي أمة محمد نوو النسيحيي ودنتو ذي أو تصي أو خير ميري. يا بدأت وحا بلابتي طلائع الوداعي سقوتنت مقدمات كيدي يوحي فردع ذي أها أي مركز بلوضي geerida wixii kasoo horeeyay oo muqaddimaad la yiraahdo horudhaca inuu sagootintii nabiga ummadiisa sagootinay ba bilaabatay buu yiri. Talaayicul wadaaci tagitaankii iyo sagootintii muqaddimaadkeedii iyo horudhaceedii min adduunya adduunka oo wadaaco wadduunka adduunka oo ka taga nabi ilaahay muhammad muqaddimaadkeedii iyo horudhaceedii ayaa markaas bilowday weeyaan. تاسو تتسم أي تتضح موقنيس كموقنيس في أقواله نبي هذا الكيس كموقنيس هذا الذي نبي في أقواله نبي هذا الذي كموقنيس وأفعاله في الذي نبي كموقنيس، يعني مقدمات كان يهرد عينني وحي كموقنيس أقواش نبي وكوها بجري إني أجشي سيدو ذهي لمشاريسي أما فعل الذي أسمين جري إن وقت جيسي أو دو يهي تسين أيو أي كم وقنا يسابون وحكب الأبا مركة اعتكف في رمضان من السنة العاشرة 20 يوما. أفعاش وكب الأبا فعل أفعاش نبي أسمين أنتو سلب من انكهر اعتكف وحو اعتكافي وكنا قادي مسجد كيسي في رمضان بشي رمضان من السنة العاشرة وكم دا سنة ذي طبنات يو 20 يوما لبا تنمى الموضوع اعتكافي انتو سنة ذا طبنات وحي كهر ري نبي اعتكافه سمين جري ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكو اعتكافي جري، لكن مروح اعتكافي جري 10 الأول من رمضان، مر أوسط اعتكافي جري، مر نوح اعتكافي طبعا كأقدم بيشتو 10 الأواخر، لكن سنة كان لبا تنمى الموضوع اعتكافي تامر كم حيكو تسيسا وداعين وسمينين
oo cibaadadii asagoo cibaado badan sameeyay inuu adduunka ka tago uu doonay mid labaad waaarado jibriilu jibriil baa nabiga u soo bandhigay bil quraan quraankii iyo marratayn laba jeer u soo bandhigay laba jeer buu soo bandhigay baynama inta sanadkan wixii ka horeeyay bil kasto ramadaan ah markuu malakul jibriil u yimaado fayudarisukum quraan quraanka buu muraajaca la sameyn jiray laakiin hal mar buu la sameyn jiray sanadkaana laba jeer ba quraankii ay u soo bandhigay oo muraajaca la sameeyay malakul jibriil taana waxay tusaysaa yaani waqtigiisa inuu dhow yahay bay tusinaysaa weeyaan midda saddexaad وقال لابنته فاطمة قبل لي فاطمة بنت رسول الله أي وحو كير النبي عليه الصلاة والسلام لا أرى ذلك أرنكاس أرك مايو إلا اقتراب أجلي أجل شيء ذي دوان شيء ذي أي دواتي موية وقت أن دم الله دوان شيء ذي موية وحكى له أرك مايو بولي يعني أرماها جبريل أو مراجعة إلى السماء إلى بدا جير وحوي اقتراب أجلي أجشي إذا دوان شهري لما شهري موية وحكى له أركماي مد أفراد وحويري وودع معاذا معاذ بن جبل أيو سقوتيي إلى اليمن يمن أيو سقوتيي مركو آذي فأوصاه مرك النبي ولا دردارمي معاذ مركو يمن أدري أيو النبي دردارا سيي دردارا كيسي وحك حمدها مركو أدردارمي ثم قال مركاس وحويري مركو دردارا كيسي يدبدي يوحو النبي يري يا معاذ معاذو إنك أبيغا عسى وحد مدنتهي أول أركا ألا تلقاني إنادا إلى كل من بعد عام هذا سنة كيغان أو كان وحي كدن بيه إنادا إلى كل من بالأركا أركا ولعلك وحد مدنتهي أبيغا أول أركا معاذو أن تمر إن صامرته بمسجدي مسجد كيغان أو مسجد رسول الله هذا أو كان إن صامرته إيو قبري قبري إن صامرته يعني نرى يوسف قاري مسجد إن هذا نرى يوسف قاري سو نقط كذا يمن أتكسر نقطة يسو أي الأركاب مسجد كيغان سو زيارته قبري كيغان أعتماد أصدق أكو صامرته أي الأركاب marku inta yiri Mu'adh xoo gartay nabiga inuu san nolol ku soo gaareeynin fabaka Mu'adh Mu'adh ibn Jabal wuu ooyay jashi'an ay jaz'an li firaqi ilfihi yaani argagax oo argagaxayo yaani wuxuu ku argagaxayaa li firaqi rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam nabiga alayhi salatu wasalam way tabiisi oo weyn doono oo faaruqay kala tagi doonaan arintaas argagax oo ka argagaxayo daraadeed bu Mu'adh la ooyay weeyaan marka jashiic marka la yiraahdo oo shiinka la hoos dhiga waa bimaana faza'a la yiraahdo laakiin jashac marka tiraado shiinka kor dhigto waa qofka hunguriga jecel oo dhuuniga la yiraahdo ayaa la yiraahdo hunguriga badan baa jashaca la yiraahdo marka tan jiinka shiinka hoos dhigan yahay marka fabaka Mu'adh jashican argagax darteed ayuu la ooyay oo ka argagaxay la ooynayo lifiraaqi rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam nabiyillaahi muhammad faaruqidiisa oo weyn doono darteed oo la ooynayo midda shanaad waxa weeye waqaala sallallahu alayhi wa alihi wasallam rasuulka allah ayaa wuxuu yiri fi xajati alwadaaci xajati alwadaaci darsiga aan xal ka soo baxnay ayuu wuxuu yiri miraaran in badan oo dhowr jeer uu ku celceliyey lacalli laa alqaakum bacda caami haada lacalli laa axaju bacda caami haada kelimaadkaasuu nabigu ku celcelin jiray lacalli waxaan mudanahay laa alqaakum inaanan idinla kulmin ama lacalli waxaa la arkaa laa alqaakum inaanan idinla kulmin bacda caami haada sanadkaygan oo kana gadaashi inaan idinla kulmin ولعلي وحن مدنها يقول أركا لا أحج بعد عام هذا سند كيغان كدك إنا نسوح جنين وحتى بقى عن إيمان أي الأركاب منهم وكان نزول قوله تعالى الله سرية هذا الكيسة سودقستيسي أو الله هذا الكيسة سودقي أو أها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أيضا في سورة المائدة كجلت أن حالي سأمرني سودقستيدي
وكذلك سدوكل نزول سورة النصر. سورة النصر: وإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. سودغستيري أي سودغتي آيات داس إي سورة دان سودغستو ديبا وحي أحايا إشعارا أغيسين أول أغيسين أيوم بأنه النبي عليه الصلاة والسلام فرغ إنه فارق لما يستري من مهمته في الدنيا مهمته إيا شأنه إيا دنتي أدونك أولها إنه لما يستري وقت ذي سيرا أولا ماذا أدنيه سأبوتي وحمهانتي سيئها مهمه كيسي إيا أرميه وويناء الله صدري إنه قطي أولا ما يستري. ولذلك سلا درت يدبا سميت لغمك عاضي بحجة الوداع حجك النبي او حجيه ايا وحا لغمك عاضي حجك سقوتنت ومد الله سقوتي أمة المسلمين نبي الله محمد او سقوتيه ايا لغمك عاضي اي انه نبي عليه الصلاة والسلام ودع الناس تذكير سقوتيه محور سقوتيه لينتقل انه اوريغو أو أجور إلى ربه سبحانه وتعالى ربه يسئل آده وإلهي أفسن دانه إلى الله وإلى جنته أو آده وإلى رضاه وإلى رضاه إنه آده درتيد بومار ضدك أو دعيويا. وفي أوائل شهر الصفر مركا أولي وحن كجرنا على مره طلائعي أي تسينا ينبغي قيريس إنه دوذه أين ولو كجرنا. وفي أوائل شهر الصفر بشي صفر يعني قلبك سديداد وي بشي صفر بلاو غيدي بشي صفر بلاو غيدي يخرج النبي أبحي إلى أحد قبور مقالة ماشي أحد ليراهده وغزوة أحد أي كد على بورت أحد حق هذا أي نبي آذي فصلى مركز وحكسوت كذي على الشهداء شهداء أحد تذكي أحد كشهيده بيه شهدتي ماشي لقد لي أيو صلاة كسرة كذي وأسرة دعية النبي عليه الصلاة والسلام كالمودعي نبي حبد مودادة كالمودعي متسقوتين أيو للأحياء دتك النال أيو الأموات كوة دنتيبة سيد دتك النال أوسقوتين يكوة دنتينا وقلت إنه أدعيه وصلاة خير دعاء إلهي أوقبريه وصلاة وكت كذي وآذيوية. ثم مركو أحد كسر اللابتين انصرف إلى المنبر نبي وحقوه ريغي أو أوفو لمنبر كيسي أيو كو استاغي فقال مركاس وحقوه ردتك أنا فرط لكم أنا أنيغو فرط وحان أهي يعني على الياء أيام أهي لكم إذن كان إذن أهي ويا مركا فرطك أصل أهان وحال يرهدا وحال لو استعمال أكثر ما يستعمل وحال لو استعمال مثل أقبضني وحاوي الفرط مركا ليرهدا وأصبق إلى الماء لإعداده وتهيئته بالإله مركا قفك حولها أي مارت عالك أسعلان دتك كهر مرو أو عالك يبيه أسي دياريو ولا شيء وحكو عمي لها يين إيو ودياريا كواس أو عال اليد اللي يرهنا بها فرضك الله استعمالا حق اللقاء العربية تاسع أبو بذنو مركا أنا إذن كهر مريو أو حوتك إيو جنبي كل أنا إذن كغسي كهر مريو وحينين إذن سي ديارين إيو ساسو كربي أو أجيد النبي وأنا أنيونا شهيد من مرخاتي يبانها عليكم إذن كان لكم مرخاتي كعي ما أنت قيامها أنا إذن كم مرخاتي كعي لأن أمة محمد نبي الله محمد وكم مرخاتي كعي سر أمة ذاها كرابة أنبياء وكم مرخاتي كعي محايل في سورة النساء الله حولية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا أذينا عن كل إيمان النبي محمد هذا أمده شهيد وسر أمد والبنى أنبياء وما خاتك عيسوية ويكون الرسول عليكم شهيدا في سورة البقرة نبي الله محمدنا مرخاته إذا كنا قري ما نك قيامها إنه حق نسوق جرسي أيكم خاتك عياوي وإني أنيا والله الله كبرتي لأنظر وان فيريني من بركو نبي تاقية وان أجيدا وان أركيا إلى حوضي أنا تركي قبل أجيدا الآن حد ذا اللجوب تركي ومدي ذا كعب لهي وقفكي حل مرعباه لا يضمو أبدا ولي أو سمارك أو مينين أو دفك السنيين تكلي وقالي أهل بدع الله دي دي دونه وان أركيا بير حوضك النبي عليه الصلاة والسلام وإني أنا أعطيت وحل إسيي مفاتيح خزائن الأرض أرضى خزن ذهي ذا فرياشة ذي بالإسيي الإيدي
أمس مفاتيح الأرض فرع يعني ملك يعني خزن به لباب الإسية أنا الله إيدي بي أي النبي عليه الصلاة والسلام وإني أنا والله الله كنت أرتي ما أخاف بقي مايو عليكم إذنك مسلمين تيي إذنك بقي مايو دشينا أن تشركوا بعدي إن أنا قداشي إذا شرك التي مادان وإلهي أشرك يشان نبي صحابتي يسأل الله الله شرك إذنك وكلا بدبادين بالليل ولكني أنا يوسف أخاف وأن بقي عليكم إذنك الدشي نوحان وقبقيا أدونك وأن أقبقي أن تنافسوا إن كتر تنتان فيها أي في الدنيا أدونك إن كتر تنتان بإنك قبقي شرك إذنك قبقي ما إيه جعلك أدونك إن رغم نيسا إن ترتن كيدا أكل ديرين تيدا إن أكل أمر مرتان أكل أتر تنتان أكل ديريسان قام بإنك قبقي وطاعدي من خيرك إذنك مشغول سو تأيانا قبقي مركا حديث كاس إمام البخاري إمام مسلم لبضى بواعي وليين وليين وفي أواخر شهر صفر أول وحي أحيد قيمتي هوري مش الصفر أوائل كيدي بلاو كيدي بواعي آخر كيبو هدنا كورن وفي أواخر شهر الصفر مش الصفر ليراه لا لمات كيدي يعني وركي أي دمان ربت أكتي إذا أواخر تي أمبالوج إذاي خرجوا بحي نبي هدنا إلى بقيع الغرقد إلى بقيع قبور تبقيع ليرهدو الغرقدي جيت كغرقد كليرهدنا اللي قلنا نسبيه وين الغرقد وحال يرهده والشجرة أو يعني جيت وين أو هل متر عمل كأكع أما إلى صدح متر جاره جيت ديران أي هل متر لقب لا إلى صدح متر جاره أي ليرهده إسلام كان لا ميسا يجرد أو كفر ديانا أي عديين كاسا غرقت كجيت كاسا لنا مركب بقيع وكبحة بقيع الغرقت بمركز سيدة الله قتل ما ماوي مركب بقيع أيو آذي في جوف الليل حبينك بحليسة بحبرت كيسي يعني أيو آذي نبيك قريبي سوء تكبحي أيو قبر قبورتا سوء زيارة أيو آذي ويا مركب قريبي نبيك iyo baqiiq ma kala fogaay waa isku dhawaayay baqiiq iyo waa taqaana hadda qofkii masjid Nabawi tagay waa u arkay guriga nabiga maasha uu ku jiro masjidka geeskiisa ku yaalo iyo baqiiq inta isku jiraan waa dadkii ma kala foga nabiga intuu taga habeenkii ayuu halkaas ku soo cabra qaadan jiray una soo duceyn jiray dadkaas ma aragtay marka asagana baqiiqna inuu wadaco darteed buu u tagay way marka qabuurta waa la ziyaartaa لكن سفر لو ما قال ساسو كله قبر يكون كسو عبر قاده لكن سفر ان قال يا دور هبين ما ندحيا يا قبر وان كو اقعد تكافيا يا انت زياره اكر فدينينا وحا وي وح شرعه الاسلام كميده ما اها نبي الله محمد موسى الاقولين وين marka waxaa la rabaa qabuurta ku ku dhaw u ta kuna soo cibra qaado nabiga markay cusbaayeen dadka oo xadiisu ahdi bil islaam ay ahaayeen ziyarada qabuurta dhan waa uu ka joojiyay sawtu wuxuu ka baqayay sida asnaamtu u caabudi jireen in hadana qabuurta u caabudaan markii iimaankooda tooxiidkooda uu bislaaday ayuu nabigu ogolaaday sida imaam muslim fi sahihi uu ku warinay qeyrkiiba kuntu nahaytukum an ziyarati alqubur waxaan idin ka reebay qabuurta inaad ziyaartaan maan idiin diiday fazuruha hadda ziyaarta buu yiri fa innaha tudakirukum alakhira marka qabuurta waxa loo tago waa laba shay uu marka ugu horeysa inaad ku cibra qaadato waa loo tagaa tan labaad inaad u duceyso sida nabiga ugu duceyn jiray salawaatullaahi wasalaamu calayhi markuu galo wuxuu dhigi jiray qabuurta assalaamu calaykum daara qawmin mu'miniin wa inna inshaa allahu bikum laahiquun antum salafuna wa nahnu bil aqr sidaas uu dhigi jiray markuu salaamada dabadeed buu wuxuu dhigi jiray yacni waa idinka daba imaan doonaa annaga idinka imaan doono idinka naga horeysaan annaguna raadkiinaan ku jirnaa waa idin daba taaganahay buu oran jiray wiya marka qabuurta labadaasa loo tagaayay in la bariyo iyo in mariyo lagu xirto iyo in sharad laga galo iyo in awlaad iyo caafimaad la weydiisto iyo waa shirki weyn marka mas'aladaas aad iyo aad in loogu baraaruga loo baahiyo nabiga qabuurtaas uu tagay fastaghfara lahum dambi dhaaf uu weydiiyey qabuurtii buu dambi dhaaf uu weydiiyey nabiga asagu ma baryayna asaga dambi dhaaf uu weydiiyey wey waqaala markaas wuxuu ku yiri innaa bikum laahiquun إنا أنجو لاحقون قوة إذا كذب إيمان إذا سوح علينا بنا بكم إذا كان إذا سوح علينا إذا كذب إيماننا ويوم الاثنين ما رنتي سنين تأهي الأخير أدم بي وجود بيسي من شهر صفر
بش الصفرنا مالك أود بيسيها يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحوك قيب قلي أو حاضري جنازة تد ميد لنتي جنازة يسوك قيب قلي في البقيع ما شاء بقيع ليرا مقبرة بقيع ليرا هذا نقول آسي ونبي وحوك قيب قلي فقالت مركا قالت عائشة مركي أو نبي كسر النقض البقيع أي عائشة هذا الكلام ليلة قالت عائشة عائشة ما وحي تري رجع النبي وكسر النقض من البقيع بقيع قبور تري وقفك لآسي مركي لصو آسي ونبي كسر النقض وأنا أنهنا أجد أن هلي صداعا ماذا حنون أن في رأسي ماذا حيك كهلي حنون أن ماذا حيك كهلي صداع ماذا حنون بأنه حيي أنا ماذا حي حنون يبو النبي بقيع كيني وأنا أقول أني أنا أن أرني ورأسه الله ماذا حيقوي أو كلوي يعني واداس الندبة ليرهدا يعني قفك فجع أو هيئة أما حنونك هيئي بكلمة ده أديك سيد حنونك يجيو أو كلوي ماذا حنونك يجيو بمعنى ماذا حنونك أحيوي فقال مركز المركز قبل عائشة يتر ماذا حيحنوني نبي يقول ماذا حيحنوني مركز وجرنا فقال مركز النبي يقول يري بل اسكداف أذي إنه ماذا حنونك حيه أنا أنيون والله إلهان كل بارتي يا عائشة عائشة والرأسة ماذا حيحنوني حنوني ماذا حنونك يقول أنا ماذا حليقها هي مركز النبي يقول أسألوا حنون سن أيو حد أنا كسر النقضي بقيع مركز أو مارتي ميتك أو كسر آسيوين كان هذا أركس وحوءها بداية مرضه صلى الله عليه وسلم ماذا حنون كاس وحوءها حنون كيسي جرنيسا بلاو غيبوها مركي أي بلاو ذي حنونك أو بلاو مركاسوها وهو النبينا مع ذلك أسوى حنون كاس قبه يدور مدور يقبوها على نسائه دمر كيسي يعني دمر كي النبي وكتبي وسقالك أها أيو مدول بابا كل كذي أيو قرق هذا أخينا يي أسوه جرم بحقوقني لغرها هذا أنا أقدنا يقرق والبابا مركز أتغيه حتى اشتد إلى أو يعني قدر ناضه وكؤت كاذا به نبي المرض حنونك إلى أو كبت عذرك إلى أو كزيادة أيو نبي سيدا قريه سؤو ريغي هذا أنا بقرق أتغيه وهو النبي هنا مركز مركو حنونك كسو كربي في بيت ميمونة ميمونة بنت الحارث كبدا اللي يراه لقوري جادي أو كسو جاي هاي حاسكي سيوي قوري جاي سبينك كالكي ميمونة بو أحاوي فأخذ يسأل فأخذ وحب ذنك لنبي عليه الصلاة والسلام يسأل إنه ويديني أين أنا غدا أين أنا غدا كلمة دا سكوع العليني أين أنا حالكيبان أحاني غدا بريتو أين حالكيبان أنا أنيو غدا بريتانا يعني حوان تيبان كالكيذي لي هاي ساسو لي يريد يوم عائشة ما لنت عائشة أجيدا عائشة وقت مدوي هاي أوكروي لأن عائشة آدو جعل النبي عليه الصلاة والسلام فأذن له وحيو أقرادين أو إذنين أزواجه حاسس كيسي وحيو أقرادين أن يكون إنو أهادو حيث شاء نبي قال ميل ألا ماشو دون إنو أهادو بيو أقرادين فأذن له دمركي فأذن له أزواجه نبي حاسس كيسي وحيو أقرادين أن يكون حيث شاء ماشو دون أو قرقوا إلى هذا حليقوا ما رتي تمريضيو أو حليقوا الدوائيو أو حليقوا صداغذو أي أوضاء قلادان إذن بيسيين ويا مركاسو فخرج وبحي نبيا عليه الصلاة والسلام يمشي إساقو سعاني بين الفضل بن عباس فضل بن عباس عباس بن عبد المطلب ويل كيسي إيو علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب بحذو ده أسوغو مارت قربها أي كهيان من ذلك مذيك توكجر من ذلك مذيك ذا أيو بحذو ذي أسوغو صعوده أيو دقاقين ذي عليه الصلاة والسلام وبرغي ميمونك بحي تخد قدماه لغيه يسي لبدي يسي لغود أيضو إمارت حريق يسو بالأرض بلك أي حريق يسو يعني أيضو لغيه أو جيد يا نبيك حنون كدرتي أو لسع الله لغيه إساقو جيد يا أنا رادك حد بطوص قادي كرينين لكن رادك يسو جيتين عمل الأركي لبنين لبقفنا أي قرب قلين أيو قرغي ميمونة كبحي حتى انتقل إلى أوريقو إلى بيت عائشة عائشة قرغي إلى أوتق النبي عليه الصلاة والسلام عهده ووصيته نبي بلنتي في عهده أو مدي سلب بلمي إيه ووصيته دردارا كيسي نبي أمدي سؤولة دردار مي أيها الكمسلف كنوغ شيء
قالت عائشة رضي الله عنها عائشة وحي ترى الله كراد النقضة لما دخل بيتي نبي مركو قريقا صوق لي أو اشتد به أو كدرنا ذي وجعه حنونك يسين آدو واتك هذي وحنونك آدو بسيدرنا ذي قال النبي حويري حريقوا علي من سبع قرب لم تحل الأوكية هن لعل أعهد إلى الناس حريقوا داذية ووحد قد داذسان علي دشي ذي وشبتان من سبع قرب تضب سبرار أو لم تحلل أنا لفرين أو كيتهن يعني حرقه أفكوا لي أنا لفرين حرق كحرنا أنا لفرين لعلي وحال أركا مركا تضبع إيقو شبتان حنوك إنتو إيقا خفيفة إيقا فضو دادو أحد إنا لبلمو إلى الناس دبك إنا بلل لقلو عيال أركا يعني حنوك بذن بآدو هاي مركاسو حويري يعني باهل كالسبرار كلي رهلئة مقارك لقصنا إيوه biyo ku jiro oo aan afkooda la furin sidii biyo loogu soo shibay oo afkiis u xirna oo u xiran yahay toddoba kamidii halay igu daadiyo halay igu shubo laana waxa dadkii nabiga wuxuu sheegay qandada markay dadka qofka ka badato hadii biyo isticmaalo inay ka khafiifayso xayil wuxuu yiri inal xuma min fawri jahannam fa abriduha bil ma'i buda qandadu waxay kamid tahay naarta jahannama kuleelkeedii bay kamid tahay biyo ku qaboojiya marka waad aragteen hadda yaani nabiga waqtigu saas la kun iyo 400 sano ka hor wey maanta dadka inta badan khatiirta waxay ku kula taliyaan marka qofku jirran u tago biyo cabay dhahan ilmuhu markii qandada ka badato waxa la biyaha la marmariyo shukumaan inta la qooyo hal la marmariyo biyaha wax weyn waa dawowey marka wuxuu yiri biyaha la ugu daadiyo todobadaas la ugu shubo lacalli waxa la arkaa أحد إنا لبلمو إلى الناس دفك إنا لبلمو أيال أركا حوضا مركو حنونك إذا جبوي وحيلاذها عائشة رضي الله عنها فأجلسناه نبي قوان فريسيني وحانكو فريسيني في مخضب باف أيانكو فريسيني باف بانكو فريسيني أولي حفصة حفصة أسقنا حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم نبي حاسكي سي أحي يعني مخضبك وحالي لهذا وأول كبرك اللي قلنا قوة إناء يغسل فيه الثياب بالي لهذا وأول كبرك اللي قلنا قوة بافك وحنا نقول قلنا كلوية كاسو كلوين أيان كفري سني مركي وحنا وأول كاس بافك وحسكلها حفصة أسكلها هيدو يا عائشة ملا هيدو ثم طفقنا وحنا قلنقلني نصب عليه إنا نبي كد الشبينه من تلك القرب سبرار رضا التضبضة أهو أو شابتي إنا نكشو بينو حقه ذي أبيها كقشو بينو أيانو قذقلني حتى طفق إلاء النبي وقذقلو يشير إنو نوت المامي إلينا أمقا أو نوت المامي أن قد فعلتنا وات سميسين تضبضي وات سميسين أن قد فعلتنا يعني وحي أن إذن كطلبي وات سميسين بمعنى حسبكم حسبكم وكلوي سيدا رحيق المختوم كأوليقي حسبكم حسبكم بي انت أسعد كفلا هذه آد تضبضي قشرتين وكفاية وقفلا تعيوني ثم خرج نبي حوغا قلدي وكجبت حنونك وكير هذا التخفيف وهذا مركي بيه الوشبي أو حوغا أوفض ذاتي ثم خرج النبي وصابحي إلى الناس دكوا ويني فصلى بهم صلاة موتجيه وخطبهم خطبا هو أخري وقال وحوير النبي فيما قال وحوير دحلي إذا إن من كان إن من دد كان قبلكم إذن كفرتي ناها تكي إذن كفرتي اليهود والنصارى موجيدا كانوا حي أهاين يتخذون قوة سميستو قبور أنبيائهم أنبياء ذو النبياشو ذو قبرياشو ذي إيو صالحيهم وقبور صالحيهم دكو ذي صالحين تهايا ونواناكسنا قبورتو ذي قوة سميستو مساجداء مساجد قوة سميستي أهاين تكي إذن كفرتي مركي النبي بنتو أما مارت من صالح أو بنتو بي قبر كدر بسنجري قبر بسنجري مسجد كسمي سنجري ألا هو يا إددو تنبهوا برارقة فلا تتخذوا حسمي سننا القبور قبورتها كي يلننا مساجد مساجدها كي يلننا مسجد يا القبورتها لقدك إني أنيقا أنهاكم وإذن كريبيا عن ذلك أرن كاسنا القبورتي مساجد كي يلتان وإذن كريبيا وقال النبي وحويل حدنا لعنة الله الله لعنة ديسي أو الرحمة ديسي اللي قفق أديه على اليهود والنصارى يهود إيا النصارى كركيد الله يير محايا للغو لعنة أو لعنة كومتين اتخذوا وحي سميستين أو ياشين
قبور أنبيائهم النبي ياشروا بقبر ياشروا ذبي مساجد مساجد كسما يستوي مركا حديث كاس إمام البخاري في صحيح بكسو سارة وحديث صحيح حوية مركا النبي قال سقو يعني مرض موته كسوغن عذرك أو كل من يأسوه كسوغن يوحدنا أمدي سحو كقلبك جري شركك أو كقل إلى الانجري محايا إلى قبرك أو مسجد أو يعني قبورته مساجد لقلبك تاهي معناه الوحوة مركا دمئين لبريو عافي ما يدوي ديستو وهكذا أما قلنا وحام بطتك يقو وعن وحاك وأدر كيسان قبورته مساجد دابا للسوء آذابا قبرك يبا مسجد لقدر بصايا قبضوه إلى الله سمين أيا وهكذا مركا لما أقول المسجد إيا قبر مدر سكران مدر سكران مسجد كوا ما لقو عبادة يستو قبورتنا صلاة إن لقوت كذا لما أقول إن قبورت لقوت كذا لما أقول شرع علينا لما أقولون لبدو ذا حدين لسمين أو مسجد إيا قبر أي كلمان كي حرية لباقي إلى كان دنبيين وانا جريا حديق مسجد كيو لسن قبر لقدح لساهي وقف لقدح آسو قبر قوال الدمينايا والله صاري لأن مسجد كيو حرية ماشو والله قبل حنايا ميت كاسوي حديق أو قبر قو حرية أو مسجد لقدح لسنة مسجد كيو حرية الدمينايا ماشان ما لقدتو كذا مرنا قريسو وإلا الدمينيوية مركا مرنا مكو المان وقال النبي حويل عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا وعن أمدي سؤال أحد ليا حيا لنينا أو حسمي سنينا قبري أنيق قبري هيجا وثنم سنم هكيا لنينا سنم هكدي جنينا سنم كأو يعبد لعابدو قبري هيجا هكدي جنينا بوي حديث كسمام مالك أيا في موطئه بكورنا يا وحولي هي لا تتخذوا قبري وثنم يعبد سنم لعابدو قبري هيجا هكدي جنينا ما دام بني إسرائيل اليهود والنصارى أي أنبياء عابدين أنيق اللي عابدون قبري هيجا يعني أنا سنم لقدي وعرض نفسه للقصاص مركو ودك وعديي ايو وحو وبندغ وعرض نفسه نفتي سو بندغ نديا للقصاص ان القصاص تو لغا ارغتو وحو يرينن الله قف كي ادباته او غيستي او ان واخ غارسيو انت ربي لا كلمن اي قصاص حدا واخ كوغو دفتي حدا واخ كو ييلاي حدا تاغني هل انا طاهر ان تاغان رباي هل لي نو والبابا اي قصاص تو حقي سهيغه اوفسد بو marka nabiga inana dad madul min salawaatullaahi wa salaamu alayhi marka wuxuu inta u tusaaya umadiisa inay arintan u noqoto qudwa qof walba inuu adduunka asagoo taahira oo dad muslimiina aysan dimaa iyo maarta cirdi aysan ku sheegan in iyo amwaal inuu qofka adduunka ka tago baa la doonayaa weeyo xoolo adoonan dhig muslimin galin adoonan xaq muslimin qaadanin adoon cirdi muslima dhig geysanin in adduunka ka tagta baa la doonayaa wa awsa nabiga wuu dardaarmay maalintaasi bil ansaari nimankii أنصار أها أوصي خزرج أها أي خيرا وناك أدر دارمي محايا الوادتك الدين تاني كو استاكتي أوليك وذي أخري حوله وذي أخري يعني مارك النفط وذي أبحيي وي حديثا أنصار أحين نبي الله محمد مكا يلوعر عن سنجري وادوك تهسير هذا وانا قصوا مرني انتي قريش أبحي سنجر تأيي لبك إسوء قارسيين تتك أقر قار أنصاري أها مارك خير فربضان أي أدر دارمي وي وقال أبو سعيد الخدري ثم قال النبي وحير عليه الصلاة والسلام إن عبدا ولي هذا الكيبو ولا مركو أنصار خير قدر دارما أي ثم قال وحير إن عبدا أدون خيره الله الله أدور رسيه بين أن يؤتيه إنوسيه من زهرة الدنيا أدون كبربر كيسي للبلال كيسة إنوسيه ما شاء وحضونه كسيه إي وبين ما شيء عنده أسجأ أكتساء هذه لخيار قليي أدون كساجر وفقتار الدورتي مركا ما عنده أي ما عند الله ألا أكتس وحي أهذا الدورتي يعني أدون باجربوني أسجأ أسجد النبي عليه الصلاة والسلام وحال للدور الرنسية أدون كالدلال كيسي قروح ليسي ولا كيسي إلا سيو إيه إنو أدون كان كقضه وسوحوين كقاذن إلهي أكتس أنا أوحوين كويشو قيامها ما أنت آخر أوهلو لبدا سأل نبي للدور الرنسية نبي وحو دورتي ما عند الله محايا لي إلهي وحولي ما عندكم ينفذوا وما عند الله باق بني أدونك وحكتنا ووحد ما أنا يوي لكن وحي إلهي أكتساءها وشيء باقي وأن دماني نبي الله محمد مرك آخر ذي بودورتي أدونك وأن أركض دونا وحقه كتقي النبي عليه الصلاة والسلام وحوراء أدونك وكتقي أسقو الرقعة أركان أو حكومة نلك أو حكومة أنصامرني أنت أولاقي هاي نلك واسعة أو ملحكي هاي
oo nabiina u yahay hadana gurigiisa faynuustii markuu yaani xanuunsanaa faynuustii loo shidi lahaa habeenkii shidaalkii gaaskii lagu shubi lahaa iyo saliidii lagu shubi lahaa in loo soo deynsaday nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa taasaad arkaysaa weeye marka ilaahay wixii agtiisa ahaa ayuu nabigu doortay weeye qaala abu saciid alkhudri xadiidka abu saciid alkhudri baa warinayaa wuxuu yidhi markuu nabiga hadalkaa yidhi ina cabdan khayarahu allahu bayna an yuutiyahu min zahrati dunya maa shaaa wa bayna maa cindahum fakhtaara maa cinda allah abubakr sidiiq saxaabadii dhagaysanaysan uu ka mid ahaa fabaka abubakrin abubakar waa ooyey وقال مركاس أبو بكر وحويري فديناك بآبائنا وأمهاتنا فديناك وأن كفرنا نبي الله محمد وحن كفرنا بآبائنا آبياشين وأمهاتنا هو يمكن يعني وحوي أبو بكر دربني بهذا الكاس وكدرني نبي جنو أدوك كتجي وقت جيس أورنا ماري أيو فهمي صحابة كلام ما فهمي أبو بكر أفهمي مركاس وحويري حدان أود ولا نهي hadaan awood u lahaan lahayn aabeen hooyadana kugu furan lahayn si aan noogu baaqi noqoto laakiin ma awoodi karno way in aabeen aabayaashan hooyooyinkeen ay dhintaan adna ama baaqi noqotaan jiclaan lahayn saas u jeedaa wuu faqala naasu dadkii ba marka waxay yiraahdeen abubakar la yaaban yihiin waxay yiraahdeen unduru ila hada shaykh bal ninka odaga fiiriye bay dhahayn ninka odaga abubakar buu ku jeedaa yukhbiru rasuulullaahi sallallaahu calayhi wa sallam rasuulka alla wuxuu ka waramayaa عن عبد أدون خيره الله ألا أو دورسيي كلا دورسيي بين أن يؤتيه إنوسيه من زهرة الدنيا إيه وبين ما عنده أدون كبال دلال كيس إلا سيه إيه وبين ما عنده وحي أكتس هذا إلا سيه أدون لدورسيي وهو يقول نبي ننبو كشاكي نك إنه نبي أسوي سكجي هذا ما يندري من لكن أبو بكر وادري نك إنه رسول كياي ما يندري وهو أبقينا يقول وحولي حبي لاني فديناك بآبائنا وأمهاتنا لا يابا بيلي أضغى سوحو مارتي يعني محو أرمنا يابي لاني نمبو بنبي كهد ليه محا هذا كان كاني فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري هذا كأرمي رسولك وحوءها هو المخير مثل الدورنسيي والله بدعا كلا الدور اللي يري نبي بها عليه الصلاة والسلام وكان أبو بكر نوحوها أعلمنا كان نوع علم بذنب وها سببت أما غورا فهمين أي أرنتني فهمي قفك أدوك كسو علينا نبي محمد ياي سلاسو فديناك بآبائنا وأمهاتنا أي أيربوا لي حديث كان بخاري مسلم بح لبدا بو يسو سارين ثم أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحو أماني على أبي بكر أو بكر بو أماني أبو بكر دكت لحظه ذي صحابته أي لحظه ذكو أمان ولذلك صحابته وحا أي مركو النبي قد انتي أبو بكر أي مدحظ وقد بيجان وحاو النبي كمد بيجان ومد بيهن أبو بكر حيدي مركو أنت مدح حيدي النقضو حي النبي صور عندنا دردار منه كتغي لكن أفعاشي سيئي بقل كي النبي مركو يفيريان وحي قرتن أبو بكر إنه نكا كوبادي أي ومدحتي لماذا نستاهله نبي دكت لما أماني أبو بكر بو أماني وحكم إذا وحياله كو أماني يعني وحو أرنجري ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا حدان وذاي أما صحيح أن سمعي سني قول الله أحين الله كسوهر أبو بكر أبا صحيح كدق الله هذا خليل أن كدق الله وذاي رسم رنتاء أسوي أن كدق الله هذا تاسو علامات وين سماها كتسيسو من قبل أبو بكر أوليه من زلده كتسيسو ويا مد اللبات وأمر النبي وحوفري بسد الأبواب إرده أو ذي تانك وذي حري تانك وذي لحره إرده الشارعة سوء قليسي في المسجد مسجد كالبابني سوء قليسي إلا وذي حره مسجد كالنبي عليه الصلاة والسلام قاركي سوء دان قرية إسحابة الله أيام باكوية لين مركاسا قفر بابا إرد مساجد وقفرتي أو سوء قلو أيو أولها أو بكر باكولها فلان أكولها فلان باكولها markaasoo nabigu wuxuu amray wax alla wixii masjidkayga irid ku yaalo dhan hal xiro nabiga gurigiisana masaajka u furnaa weeyaan ilaa baba abi bakr ibn buyi abu bakr iridiisa mooyee inta kala hal xiro abu bakr baa laga reebay taasna maxay tusaysaa fadliga abu bakr uu leeyahay ay arintaas tusaysaa weeyaan حديث كسر البخاري مسلم به لبدا بويسو ساري وكان ذلك
أرنكاس وحوء أها مركو النبي سيدا خطبة أخريني يوم الأربعاء ما لنتي أربعاء أحيد به فلما كان مركو هذا يوم الخميس خميس ما لنتي وقد اشتد به الوجع حنونكنا أو كدرنا للنبي آدو بسي أتكاذي يقال النبي وحويري هلومو كالي أو إي إمال صحابتي أكتب لكم عن ذين قرأ كتابا كتاب عن ذين قرأ كتابك أو لن تضلوا أيدنا لمين بعده قداشيسا ii kaalaya ii imaada kitaab aan idin qoraya oo aydan waligaa gadaashii aydan dhumeynin xanuun badan baan nabiga hayay marka umar ka mid ah ragga meesha fadhiyo faqala umar ibn khattab wuxuu yiri qad ghalaba alayhi alwaj'u nabiga qad ghalaba waxa ka adkaado ka qaalib noqday alayhi nabiga alwaj'u xanuunki ba ka batay marka uu leeyahay keen kitaab aan idin qore yaan wuxuu leeyahay ma oga حنونك ما كتربتي مركز تاسو ساد الكالية وعندكم أكتيننا القرآن قرآنك بأك قرآنك بأتهي ستان حسمكم كتاب الله وحا إذن كفلن أو كلية كتابك الله إذن كفلن كتابك الله قرآن وما بهن دين هذا كان النبي وحا كي يرسي حنونك أو كبت الدراد يسمو هذا الكؤولي ياوي مركز فاختلفوا صحابة ماشي النبي اللفة ديني أي اسخلافين وقارنا وحي رهدين كان كتابك النبي او يرى هل قرأ كان صدح أن الله قرأ كتابك النبي انتو نولي وحنا قرأ قالنا وحيد هان ما هذا الكي عمر بقاتانه ورارمتا حنوك باكبتي داي بيدان ماشي مركي اسكو خلافان واركي اوبتي فلما اكثروا مركي اي بديان اللغطة يعني بوقي مركي اي بديان اي والاختلافة فلما أكثروا مركي بديان اللغة بوقي والاختلاف خلاف في مركي بديان يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي حكيري قوموا عنه إذا استاب أكثر إذا كتب كل قد ما اسكت دريرية مركي يعني وركي أي بتشار اسكو خلافين هذا الاسكوع العليين ووركي كوبة طويلة إذا أكع كل قد حديث كاسنا وحديث إمام البخاري في صحيح كسران أم الفضل أن أورينا يسويه وأوصى نبي وحو دردار في ذلك اليوم ما لن تاس أو تاس بوحو دردار مي يعني ما لن تاس بوحو دردار مي بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب بإخراج اليهود يهود ثارتين كيدي لقصار والنصارى النصارى إن لقصار والمشركين مشركين تي إن لقصار وثنيين تأها من جزيرة العرب جزيرة العربية إلا قصاره وأهل التوحيد كليه يكسوا حران أي نبي دردار من جزيرة العربية مشرك أن الله أقلانين يعني كتابي كلنا أن الله أقلانين أن مسلم أحين إن أنا الله أقلانين وحكرا دردار مي وبإجازة الوفودي وفودي وفدياشه إيمان جيري نبي حدي مركو بن تكذب أي مدح لدتك مسلمين تا وفود أي إيمادان سيسمدو ذي لصيه وبإجازة الوفود وفدياش وحسيس مدو ذي اعطاه ذي ويان عطاق لسينجر النبي وفد قوي ما دبع سوى جائزة سيئي وحوال ربنا سيئي ودرجري سلا إن الله سيئي بنحو ما شيء أوكله كان أو أها نبي يجيزهم وفد قوي سيئي أوها وحي أنك أن سينجري وفود أحوالئه تدك إذن ما دس قلب قوي الله صادمه إذن كان سيئي تدك إقدم بيو أي نبي أدر دارما عليه الصلاة والسلام وأكد لهم وحو دك وحوجيي امر صلاتي صلاتنا اد بو نبي او وحوجيي اد الى لي بو وما ملكت اي وحي اي حنتي ايمانهم دك دعمهم اي حنتي مدغيود وحي اي حنتي ايمانهم مدغياشود وحي اي حنتي اي صلاتنا ان يعني حفظيان او كدالان ارنكيد بو دردارنا وحو دي جيره نبي سيده حديث امام البخاري في صحيح كسغن الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم بكل علم جيره وصلاة إلالية حفظية صلاة إلالية نبي قد سوء إلالين جري وأنا أركض دونا حتى ونكر دونا شيخة أسوأ جرن أيال صوكر بقل يا مركز صفك لفريسين جري أو رئيساقي كريم صلوات الله وسلامه عليه وصلاة إلالية وما ملكت إيمانكم مذيك يدي إننا وحي إيحان تينو أدو مضع إيمارة وحي حقوق إذن كلها قتب إلى يعني نبي قدر دار ما صلوات الله وسلامه عليه وقال نبي وحويري تركت فيكم وحان إذن كجتكي دحذينا أمرين لبا الرماد ما إذن كجتكي لبا الرماد ولن تضلوا أيدنا ببين ما تمسكتم بهما انت أب أيها كل جنتيين ما تمسكتم بهما انت أب حيستان أو كل جنتيين مرنا إذن ببين وأكو يلا بذاسي كتاب الله وسنتي كتاب كيجا كتابك الله وسودجي قرآنك إيه سنة إذن انت أب حيستان
انت كتابك سنه كل دغنتاي مر دوم ما يسد ويه حقيقه واساسه قف كسته او كتابك سنه النبي كسوده على فهم السلف الصالح انه ابو سوده وحويه وحويه دوم ماي marka maanta waad ogtiin alkitaab wa sunna dad badan aa sheegto laakiin culimadu waxay yiraahdaan alkitaab wa sunna inay run tahay waxa la fiirinaa fahmiga salafka say saxaabadi abu bakr iyo umar iyo uthman iyo khulafaa ar-rashidin dii kan u fahmeen u fahmay mise cabsigeeda u fahmay sida khawaarijta iyo maaratay shiicada iyo raafidada wuxuudo kala miyuu u fahmay taas shardigaas la fiirinaya weeyo marka kitaabka iyo sunnada nabiga bi fahmi salaf salih marka qofku diin sida u fahmo ugu dhagaahi la yadullu abada wariga dhumi maayo sidoo nabiga na sheegay alayhi salatu wasalam istikhlaf abi bakr radiyallahu anhu an salat ala salati istikhlaf abi bakr abu bakr oo khaliif laga dhigo nabiga bedelay radiyallahu anhu ilahi ka raadin noqday ala salati salatana khaliif uga noqday maadaama nabiga uu xanuunsan yahay abu bakr marka uu san nabiga iimaan kareynin waxa way abu bakr inuu tujiye baal rala salaadi taasna waxay tusinaysaa wa maziyad sadaxad weey hadda laban soo marnay amaantii oo amaanay iyo albaabadii irdihii masaajidka ku furnaayo oo xiray iyo midii sadaxad oo ah in salaada asagu iimaan uu ka noqdo taa waxay tusaysaa in ummada ka horeeyo kana fadli badan yahay abu bakr bacda rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam ummatu muhammadin ugu khayr badan yahay وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام وحوها مع شدة مرضه حنون كيسا درنان شهد يده لجر تؤاد حنون سيئ يوحوها يصلي بالناس ضدك من تجيبها أسبع حنون سيئ ضدك تجنجر فلما كان ذلك اليوم مالن كاس مركي أو هذا أو يوم الخميس ومالن في خميس لا يشدد حنون كآد وقدرنا ذوي وحان أول الدوادي وقت صلاة العشاء صلاة العشاء وقت بيذنه أصول الدوادي أيو اغتسل صلى الله عليه وآله وسلم نبي قواق بيستي في مخضب بافك أيو نحذي سكوق بيستي ليتخفف حنونك إنو كفض ذا درتي إنو فضو ذا درادي وحنونك كير هذا أيو بيأسك شبه أقو بيستي ثم ذهب النبي ووكعي ليقوم إنو استاقبه بافك بكسو استاقبه إنو استاقبه ومساجد كهدنا أو آذبه ربا فأقبي عليه والمير دبول جلبديب حنونك كبتي ومير دبول من النبي عليه الصلاة والسلام ثم أفاقه وسامير سدي ومير كأسر نغل فاقتسل هدنا ووقب يستي سيء وفرض هذا ثانيا مرلبا وانتو حنونك كدقوا ومساجد كهدنا دفع تجيه ثم ذهب وو استاغي وو تغي ثم ذهب وو تغي ليقوم انه استاغ حدره انه كعو مساجك او كعو اي وو استاغي فوقمي عليه مر لبات ايا حدره لمير دبولاي او ميركه او كتغي ثم افاق وو سو ميرسدي او نبيي مارته وا سو براروغي فاقتسل حدره وو قبيس ثالثا مر سدحاد وو بيي اسكو شبي فلما ذهب مركي او تغي ليقوم انه استاغ او تغي باقمي عليه مر سدحاد يا هدانا لمير دبولي النبي عليه الصلاة والسلام مركو أكيعي وايو مركو أركي إنو سنكيعي كريني ومرو ضو أمير بيلي بوف أرسل وحودري إلى أبي بكر أبو بكر بو أدري أن يصلي بالناس دتك إنو تجيو أسوى حنون سنة وحوسكو دي إنو دتك تجيو هدانا وأوذي واي مرو بو أمير بيلي مركو سلا درتي وحو يري مرو أبا بكر فليصلي بالناس أبو بكر فربو يري دتك هد تجيو حتى جاء سجى حلا فربوي مركز فصلى أبو بكر أبو بكر أيه وحو تجيه تلك الأيام مع المهاس ونبي أوحن سنة أبو بكر باتجيني وجملة الصلوات صلاته دودوب كودي التي صلاها أبو بكر أبو بكر أو تجيه بالناس ذاتك أو تجيه دودوب كودي وحويان وسبع عشرة صلاة يعني التضبية طبان صلاة دودوي صلاة أبو بكر أو ذاتك تجيه وتضبية طبان صلاة دود أي تجيه معنى يضواء محمركة صدح مال موت صلاة دود وشان يطبان صلاة صمها لا شنشنت شن مال والبوشن صلاة دود صدح مال موت صلاة دود إيا مالين لبدأ صلاة دود بو تجيه تضبية طبان صلاة دود أي تجيه
ويوم السبت مركه وحيري ويوم السبت مالنتي السبت داهي اي والاحد مالنتي احد اهي وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيغا وحو هلي في نفسه وحو كهل نفتيسا خفة فضيت بحولا حوضا هلي حونك بحولا كير هذي مركاسه فخرج وصبح النبي الى رجلين لبن ايضا قربقلين ايو كسو بحي لصلاة الظهر صلاة الظهر كو اسو بحي ايضا لبن اي قربها كوضان اي سو قبتين النبي قريق اسكسو صارين مركاسي مسجد كي كين وابو بكر ابو بكرنا يصلي بالناس ذاتك وتجيني مركو اركي النبي يولو صاوة ابو بكر صلاة دين او كجرة حوالا قدالة او بحي مركا ابو بكر تأخروا ودبوا ودعي مركاسي فأجلساه وحي فريسيين نبي عليه الصلاة والسلام إلى يساره إلى يسار أبي بكر أبو بكر من عصب بذح أي نبي فريسيين مركا معنى هذا محال لقى فهميا أبو بكر مرض قبل هذا أجيره بنتي سبذح إذا هل كان جلتا سوما هذا نعنى بذح لبن عاص وجره مركا هذه بذح للفريسيين معنى هذا وحوى النبي إمامه لأن قفك إمامك مأمومك مأمومك مدكتو إستاقا قفك الدسك كود دياني مدكتو كإستاقا لبقف مركا يهين إمامك بذح ذا أيو حقا مركا استوى مركا نبي أفضي أفضي كتو كنيو بو أبو بكر بنك مدح ذا يعني بنك مدكتو نبي كإستاقا نبي أبو بكر بنك يسبدح ذا أبو جريويا هل كاسي فريسيين فأجلساه النبي فريسيين إلى يساره أبو بكر بذح ذيسا أي فريسيين فكان أبو بكر أبو بكر بامرك وحوها يقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلاة دي سميت كل ديانا يبوها نبي كحر ناسا مقتدي بوها مأمون بوها نبي إمام بوها والناس ذاتكنا يقتدون وحي كل ديانا بأبي بكر أبو بكر بكل ديانا بمعنى وحلوج هذا يسمعهم التكبير ما دام النبي عدت يسأو قابيا او نفضيه حنون سيه صندوق التكبير تجارسين كرين الله اكبرته ابو بكر مبلغ او كلام وهايو تكبيرته جارسين يوي يسمعهم وحو مقشين التكبير الله اكبرتي ايو مقشين اساس مركه الله اكبرته ابو بكر بي مركه كنت كن يوي حديث كاس امام البخاري اي في صحيح كسو صاروا تصدقه بمالي بما لديه نبي انتو سند من انكار وحل وحي او هيستي موق بحش النبي وصدقيستي تصدقه صدقيسي النبي او صدقيسته بما شيء لديه اكتي ساهاضي اي عنوان كان مسلك نوغو دغي ويوم الاحد ما رنت احد اهي يعتق النبي صلى الله عليه وسلم النبي و خوري غلمانه ادومديسي او هيستو ادوبو وها اي ولا خوري مانتا لغا بلاد خرباتين بو وتصدق و صدقيستي بسبعه دنانير تضرب دينار او كانت عنده اكتي ساهي نبيك مركو لمني حوالا محوك هستي تضبا دينار بو هستي يعني وتضبا شلين اي اوكل اوهي دينار كوا ذهب واي مركا تضبا شلين عمل بابا هستي ايضا واء صدق هستي واء بحي ووهب للمسلمين مسلمين تي وحو اوهي باي اوسي سلاحه هبكيسي وحو كودة قالمي جري هبكي او كودة قالمي جري نبيك او جهادك او كودة جرينا صحابة يسوسي مسلمين تي اوهي باي وحو الجهاد كالو قرب وجاء الليل حبين كيبا يمد فأرسلت عائشة مركي حبين لمن هي لقاري ومارت حبين سنين تأيتها أي فأرسلت عائشة عائشة وحي ديرتي رضي الله عنها الله كراد النغذي وحي ديرتي بمصباحها فينوس تيدي إلا مبضي إيشدنيسي أي إلى امرأة هوان أدرتي هوان كلي أدرتي تري وقالت وحي تري عائشة اقطري نوغس ودبعي لنا أنك نوغس ودبعي في مصباحنا يعني لامبدينا أما فينوس تيدني من عكتك يعني قنبه هذا أما ويلك هذا أي سليد دبك الغشي ذني أو كوغو جرس هذا قاسك أو كلي وحي لمدك إيه السمنا نوغس ودبعي يعني هذا سليد نوغس وشي يعني واحد درت فينوس تيدي ما حيست النبي عليه الصلاة والسلام فينوس تيسي قرر يسي وحي لغو شذي لهابو سمحيسني مركز عائشة قبر كان انتو درتي تيدي وروحي رسليدا لو قصوا شخصي النبي اللي وقوه فيه افتين كاس أبينك أو نور أوهلو افتين أوهلو وكان درعه صلى الله عليه وسلم نبي عبور بريت كيسي أو كده قال لم يجري وحي أحيد مرهونة نبل الرهن دقي عند يهودي ني يهودية أيو نبي أو قنع صلاه تكان له أيو رهن أدقي معونة أو رهن دكتي بثلاثين صاعا من الشعير صد السوس أو هيدأة أو الراشين عندي سوق قاضي
ayuu raxan u dhigay lacag ma haye diracan u hayso amur biraadkan waa amurka birto dagaalka lagu galo way u haysabuu nabiga markuu dhimanay amurkiisa raxan loo haystay diracigiisa raxan baa loo haystay waxaana loogu haystay sadan suus oo baasha heed la yiraahdo shaciir kale yiraahdo yaa loogu haystay marka nabiga adduunyada meesha uu ka joogay waa u jeedaa salaatullaahi wasalaamu calayhi asagoo intaas yacni maaragtay ruqcada uu haystay yeman ilaa dhulkaasoo dhan furtay oo gacanta ku hayo ayuu haddana nabigeenna ka gaajaysan yahay salawaatullahi wasalaamu calayhi aakhiru yowmihi fi dunya maalintiisii nabiga ugu dambaysay adduunka ayuu sheekhu meeshaa nooga dhigay aakhiru yowmihi maalinkii ugu dambeeyey fi dunya adduunka ugu dambeeyey ayuu cunwaanka noogu dhigay walamaa asbaxa markuu waa bariistay markuu nabigu waa bariistay yowma alitnayni maalintii isniinta markuu waaga u bariyey wa kaana maalintaasna wuxuu ahaa yowma nawbati caaisha caaisha kalkeedii maalinteedii wey maalinka iyada ay lahaan lahayd wey kuwa kale hadda maalmihii kale waa maalmihii ay usoo xibeeyeeno dumarku u ogolaadeen maalintaas wa qaama abuubakrin abuubakarna wuu istaagay yusalli binnaasi asagoo salaada tujinayo salaata alfajri yusalli asagoo tujinaya binnaasi dadkii salaata alfajri subaxii salaadiisii asagoo tujinayo ayuu abuubakar u kacay markaa nabiga maalinkaas isniinta ayuu kashafa rasuulullahi sal alla alay wasalam abuubakar dadkii tujin inuu u istaagay inuu dadka tujiyo u taagan ayuu wuxuu kashafa wuxuu feydiyey nabiga rasuulullahi sal alla alay wasalam rasuulka alle wuxuu feydiyey sitra xujrati caaisha caaisha daaheedii gurigeedii daahiisii albaabka daaha ku xiran daahii ku xirnaa ayuu iska wareejiyey si uu saxaabada u fiiriyo u arko fa nadara ilayhim saxaabadiioo fajirka u taagan oo tukanayso abuubakar inuu tujiyo u rabo ayuu arkay nabiga uma tabassama nabiga waa dhoolla caddeeyey yadxaku isagoo mid qoslayo aad ugu faraxsan muslimiinta salaada tukanayso ayuu ku faraxsan yahay markaasaa fanakasa abuubakrin abuubakar baa dib guriyeeyo gadaal u laabtay calaa caqibayhi cirbihiisa ayuu gadaal ugu laabtay wey gadaalgadaalo u noqday yacni wuxuu malaynayaa nebigu inuu doonayo inuu soo baxo inuu rabo oo uu dadka tujiyo ayuu cumar abuubakar u malaynayaa sidaa darteed baxoogaa gadaal u degay weeye wadanna wuxuuna maleeyey abuubakar annahu sala allahu calayh waali wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam yuriidu inuu doonayo an yakhruja ila salaati salaada inuu usoo baxo inuu doonayo markuu daah iska fayday oo u qoslay inuu soo baxayo bay u moodaa yacni saasuu u malaynayaa waana maalinka dee nebigaba uu dhiman doono weeyaan markaasuu markii uu sidaa u malaynayay wahamma almuslimuuna muslimiintiina waxay ku hamiyeen an yaftatinuu inay ku fitnoobaan fii salaatihim salaadooda dhexdooda faraxan birasuulillahi sal alla alay wasalam nabiga farxadda ay ku faraxsan yihiin inuu ilaahay caafimaad siiyey oo inuu soo baxa uu doonayo inay salaadooda yacni ku fitnoobaan dhexdeeda ayay farax darteed ayayba maaragtay yay hamiyeen weeyaan markaasuu markii uu nabigu dareemay yuu ashaara ilayhim dadkiiba wuxuu u ishaaray biyadii gacantiisa wuxuu ugu ishaaray an atimuu salaatakum war salaadiina dhammaystira yacni an yaftatinuu fii salaatihim waxaa loo jeedaa salaada inay ka baxaanba oo nebigii maaragtay ay qaabilaan oo ka hor tagaan saasuu maaragtay ayayyaa loo jeedaa wey markaas wuxuu u ishaaro yidhi an atimuu ay atimuu dhammaystira salaatakum salaadiina dhammaystira uma dakala nebiga wuxuu galay alxujrata qolkiibuu galay wa arkaa wuuna raariciyey asitra daahiina wuu sii daayey wey daahiya uu iska wareejiyey ayuu sii daayey qolkiisiba una galay wey xadiidkaas imaamu albukhaari baa fii saxiixi ku warinaayo wa fii haada alyowmi maalintaas oo maalinka isniinta ah aw amase fii haada alusbuuci ama usbuucaas dhexdiisa yudacaa rasuulullahi sal alla alay wasalam waa shaki raawi wey nebigu wuxuu u yeeray faadimata faadima binta rasuulillaahi buu u yeeray fasaaraha wuu ku siraystay bishayin waxbuu ku siraystay yacni wax sir ah buu ula hadlay aysan qof kale maqlaynin fabakad way oyday faadima markuu nebiga sirta u sheegay ayay oyday uma saaraha markay wax yar joogtay kabacdi ayuu haddana bishayin wax kale ku siraystay arrin kale u sheegay fadaxikat markaasay haddana qosashay faadima binta rasuulillah laba jeer wuxuu sheegay markii hore way oyday tiin dhammana waa ay qosashay caaisha marka ag joogta marna ohinteeda maqlaysay marna qosolkeeda maqlaysay ayaa wasa'alatha caaisha caaisha weydiisay faadimay weydiisay can daalika arrintaas oo marna waa oyday marna waad qosashay maxay ahayd bay tidhi mana iyan maqlayn wuxuu nebigu ku saraystay caaishana aynan maqlaynin fakatamat
marka faadima way qarisay umana ayan sheegin maadaama nabiga wax sirruhu u sheegtay ay tahay way ka qarisay aisha ma ayan u sheegin way hatta tuufi rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam ila nabiga laga oofsado faadima ma ayan sheegin warkii markii nabiga la oofsadayna fa akhbarata aisha bay u sheegtay warkii annahu nabiga alayhi salaatu wasalaam qaal allah inuu ku yiri في الأولى في المرة الأولى مركي هريسي أي نيسي إنه نبي أشهدي إنه نبي عليه الصلاة والسلام يموت في مرضه هذا يموت إنه لمن دون في مرضه عذر كيسان هذا أو كما أي نبي أشهدي عذر كان عذرا ككع يماها ومدى كل من يبكين مركاسا فبكيت أيان أو ييبيتري فاطمة رضي الله عنه وقال الله في الثانية فاطمة ونبي مرلباتي وحكيري إنها فاطمة إني تهي أول أهله أهل كيسة كان أبوه الرأيو يتبعه النبي صور راعدون يعني النبي صور راعدون وقف أبوه الرأيو هذا يقصي حكسين دون يقدب إيمان دون مرهد يأبيه هذا رسول الله يكدب تقيسه مركز يترفى ضحفته ساسا أيضا أقص لي بإله مرهد يأبيه رسول الله يكدب تقيسه با مركز مرباك رسول أقص لي حديث كسن إمام البخاري با في صحيح كسو ساري وبشرها نبي أبشاري يا فاطمة أيضا مر لبعض أبشاري أنها فاطمة إني سيدة النساء العالمين تتكى جني إنسي دمر كود سيدة ذي إني تهي أي نبي أبشاري حديث كاس بخاري مسلم لبعض أبو سوى ساري ورأت فاطمة فاطمة وحي أركتي نبي مرك سكرات وكجري أي أركتي ورأت وحي أركت فاطمة ما شيء أركت برسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحا كسوغا ومن شدة الكرب كربادة جلتا لما تضحي حنوك هايو أي أركتي فقالت مركاسي أنت إسهي ويسهي وحيتري وكرب أباه أباه كربادي سو شدني أباه لبك أستو يعني أباه وأبيبي هايي أوكروية فقال مركاسي النبي حكيري ليس على أبيك كرب بعد اليوم ليس على أبيك أباها دشي سماعها كرب كربائي لباته بعد اليوم نانت وحكد بي حنون دبو أرك دون مجره ما أنت إلهي وقت يسيح إيمان دون أوي حديث كاسم بخاري باورنا في صحيحي ودعا النبي مركز وحوياري الحسن والحسين الذي وين حسن وحسين وفاطمة أي دشو علي بن أبي طالب ونشي سياها والنبي أوها أوها أي وياري فقبلهما وأؤلن كذي لبذوذي مدبمر بؤلن كذي ودعا وحوك لأيار رسولك عليه الصلاة والسلام أزواجه حاسسك يسيب أيار فوعده النوو وعدي وذكره النوو حسوسي الله يمارتي دينك أي وحي حقوق لقليها بحسوسي وطفق وحوك ذكلي الوجع حنونك يشتد إنو درناني ويزيد أول كردي نبي أكو كردي وانتقض وفافي السم سنتي الذي سنتي أكله النبي أوعني بخيبر ما أنت خيبر غزوة خيبر سنتي أوعني أصامرني ناتي يهودية أهي ذراع مسموم أيوك أنت قرب لصوص ميي لبن لصوص ميي أيوك أنت يتقود سميسا والنبي مركو قوستيب أو دريميو أركي إنه سني هاي الكيسي مرك تأثير كي سنتي جارتي أيو شنسنا كدب أيو أما أفرسنا يوحل جرو كذا شيء ذي مرك كسوة درنات سنتي ويكسوة كعضي مرك سنتي واقس خيبر أوعنا خيبر نسنة كي تضباط بإحايد حدنا نبي مركو لمنا وسنة كي كوي تبنات أيو لمنا يا ويان سنة كي كوي تبنات بو لمنا يا رسولك عليه الصلاة والسلام والله وبر يعني محرم يسافر كريه اللي جوه يا ربيع الأول أيو لمنا بيشد الحاد اللي جوه مرك انتاس افر سنة ايا كسو ورقت تقريبا ايا سنتاس او نبي كجرتي مركا وانتقض وحاجكي سكفا في او ذكاري الصم سنتي با وذكارتي الذي سنتي اكله او نبي عني بخيبرة خيبر ذراع مسموم كاها تقولتي او عني ايا نار تساميسي ويا فاخذ مركا نبي حب ذكلا يحس انه دريمي بشدة ألمه سنتاس حنون كذا درناشي كذا انه دريمي يبو ذكلا ويا وكان النبي وحوها مركو حنونك كبتا قد طرح من تورة خميسة قو أيو توري جري أو على مظهره جي جيت مذلي أيو على وجه وجه بسكسار جري
markay xanuunka ka bato ayuu go'si saaraya weeyo fa idha tamma markay uu maartay yaani murugoodo ama amir beelana kashafaa uu iska qaadi jiray aan wajigi wajigiisu ka wareejin jiray go'aasi weeyo yaani xanuunka markuu ka bato marna go'si saara mar iska qaada warka ma hayo waqaala markaas faqaala nabigu wuxuu yiri wa huwa kadalika asaw xaaladaas ku sugan xaaladaas oo sakaratul mautka ku sugan ayuu wuxuu yiri lacnatullahi lacnada alle على اليهود يهود دشيت الله يلي والنصارى نصارى إلهي رحمتي سهكف قيو اتخذوا حياشين قبور أنبيائهم النبي ياشود وقبر ياشود بمساجد مساجد كالكتر أسوى مرنا قوي سسارة يقوي حنوك مركو كبت وجه سسارة مرنا كتورة أي سيدة اللي يجرى النبي عليه الصلاة والسلام يحذر عائشة هذا القرآن يحذر النبي ودقي ما صنعوا ومدي سعود دقيا وحي يهود النصارى سميانو كرعين سميانو قبور تودي أنبيان الصالحين تأينا مساجد كالكتان أي أقدق يا نبي عليه الصلاة والسلام مركز النبي حويري لا يبقين يوصل كباقي النقن دينان لبدين بأرض العربي نلقى جزيرة العربية لبدين مود يوصل كباقي النقن دين الإسلام ككلية فكباقي النقن توية حديث كاسنا بخاري مسلم هو سوصاري وكان هذا الكاس أو نبي أرمي أي وحوها من آخر ما تكلم وحي أو نبي كهض لك أبدا بي وأوصى به الناس تتك وحوك ردر دار من هذا الكاس أبدا بي وكرر مرارا نبي وحسوع العلي إن يعني طور جير أي وحسوع العلي الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم تيبو كسو علي الصلاة صلاة الصلاة صلاة أي احفظ الصلاة احفظ الصلاة والصلاة إلالية وحفظية وما ملكت وحي أي حنتي أيمانكم إذا قيدين أي حنتينو أدوما ذي يعني ضدك مسؤولية تأبك أهيدين وحالا وحي أذيك أد مسؤولية دي سهيسو إلالية حقوق ذي إليهين بقرن يومين هذا وبالله توفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد الله عليه وسلم.